ما فيها الإرهاب وغيره. النقطة الثانية أيها السادة والسيدات هي ضرورة الإقلاع عن التكفير العشوائي. والتكفير العشوائي هو أوسع باب تتسلل منه الأخطار المحدقة بهذه الأمة، والتي تفرز ما يسمى بالإرهاب، وهو من النوع الذي نرفضه ولا شك. التكفير العشوائي مجتمعاتنا تعاني منه، ولعلي أستطيع أن أقول أنه ما من دولة من الدول إلا وقد أصابها رشاش من هذا التكفير العشوائي. وأقول العشوائي لكي نعلم أن هنالك قانونا ساريا نقرأه في شريعة الله سبحانه وتعالى، هنالك ضوابط للكفر وللردة، إذا تحددت وتعينت نعم يخرج بذلك الإنسان من الإسلام إلى الكفر، أو لعله ينعت بالكفر منذ نعومة أظفاره. لكن ينبغي دراسة هذه الضوابط، وينبغي الالتزام بهذه القيود، ولا أريد أن أعيد شيئا قد ذكرته. مشكلتنا أن في مجتمعاتنا من يستعمل عملية التكفير رشا كما يقولون، دون دراسة للضوابط ودون تقيد بالقيود والأحكام. وقد ذكر علماء الشريعة الإسلامية منذ صدر الإسلام، ولم نجد من خالف أو شذ، أنه لا يجوز التكفير الجماعي. يعني لا يجوز أن نقول هذه القرية الفلانية أهلها كفار، هذه المدينة أهلها كفار، هذه الجماعة كلهم كفار، هذا غير جائز، لأنك لا تعلم عقائد هؤلاء الناس واحدا واحدا نهائيا. والكفر ليس عبارة عن صبغة، وليس عبارة عن لون، وليس عبارة عن مناخ. الكفر عقيدة، وهذا الشيء مع الأسف موجود، مع الأسف موجود. أركز على ضرورة هذا الحل، ينبغي الإقلاع عن التكفير الجماعي، وينبغي أن نعلم أن هذا التكفير الجماعي أخطر باب للمشكلات المتوضعة فيما بيننا. وطالما كان هذا الباب مفتوحا فالعلاجات ستكون شكلية ونظرية لا تتحول إلى واقع. إذن ينبغي أن لا ننظر إلى الحكام الذين لم يتح لهم أن يطبقوا مبادئ الإسلام كافة، لم يتح لهم أن يخضعوا أنفسهم وشعوبهم لأحكام الشريعة الإسلامية كافة، ما ينبغي أن ننعتهم بالكفر. وهذا شيء متفق عليه ولا أعلم فيه خلافا. عندما يغيب هذا الحكم الذي أقوله عن أفكارنا، وعندما يوجد هذا التكفير يوجد الاحتكاك، وينبثق من هذا الاحتكاك تنبثق شرارات العداوة والبغضاء، وتتحول شرارة العداوة والبغضاء إلى بركان يتفجر بكثير من المشكلات التي لا نستطيع أن نعالجها عندئذ. آن لنا أن نعود إلى حكم الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. هذا علاج آخر نضمه إلى ما قد ذكرناه بالأمس. الحل الآخر هو جزء من مجموعة الحلول، ضرورة عقد الصلح.